واحد من أهم مبادئ أو ثوابت تحقيق البطولات هو الكونسيستنسي، ثبات، القدرة على ثبات على نفس المستوى. وده يمكن السمة اللي بتميز الأهلي طول عمره الحقيقة. ويمكن الموضوع مرتبط بفبراير تحديدا، لأنه المواجهات أو المشوار اللي احنا خضناه وحجم المواجهات ومستوى المنافسين في شهر فبراير ده هو الأصعب على الإطلاق طول الموسم. أنت لعبت 4 مواجهات من العيار التقيل في بطولة كأس العالم، ثم بعد كده مواجهتين من العيار التقيل برضو مع الهلال السوداني في أرضه وملعبه، وسان داونز واحد من أفضل الفرق الأفريقية في السنوات الأخيرة، مش بس الموسم ده، بيقدم كرة متميزة، لعيب فريق خطير بره ملعبه وجوه ملعبه، وبالتالي 6 مواجهات مع العيار التقيل. كان علامة الاستفهام بالنسبة لي عدم قدرة الأهلي الحفاظ على ثبات مستواه في الماتشات دي. واللي يفتكر شكل الأهلي وإمكانياته وظهوره في بطولة كأس العالم في بداية المشوار ما يقارنهاش أبدا بالشكل اللي ظهر عليه أمام الهلال السوداني أو حتى امبارح أمام سان داونز. وخلينا نعترف إن إحنا ما كناش في حالتنا بشكل كبير، لكن هل فقدنا الأمل؟ هل الأمور صعبة؟ الأهلي لا يعرف اليأس ولا يعرف المستحيل. وخلينا نبص على مشوار الأهلي في ما تبقى لي من الموسم، سواء في دوري الأبطال أو في البطولات المحلية، مع كابتن هشام زكريا المدير الفني السابق طبعا لنادي وادي دجلة والجونة، وضيفنا في السادسة. مساء الخير يا كابتن هشام. مساء الخير يا أستاذ أحمد، وأنا مبسوط أوي مع حضرتك وفي قناة النادي الأهلي. منور الدنيا. وخليني بس أسمع رأيك، لأن إحنا أنا فاكر في آخر مرة اتقابلنا فيها كان لينا كلام على الناشئين، وإحنا لسه يعني منتخب الشباب مودع بطولة أفريقيا ب3 مباريات يعني ما قدمش فيهم أي شيء الحقيقة، سواء أمام موزمبيق والتعادل المفاجئ أضعف فرق المجموعة، ثم الخسارة أمام نيجيريا، ثم الخسارة المهين الحقيقة أمام منتخب السنغال. قلت لي إنه ده كان شيء منطقي وإحنا قبل الهوا، ليه منطقي من وجهة نظرك أو ليه طبيعي من وجهة نظرك؟ والله بص يا أحمد، وهل يتحمل كابتن محمود جابر المسؤولية لوحده ولا لا؟ أنا عايز أوصل بس لحاجة تانية خالص. كنت مع حضرتك هنا وبنتكلمنا في القصة دي وشفنا قد إيه الموضوع ماشي بشكل ما فيهوش عدل تماما يعني. اتكلمنا على منتخب 2005 مظبوط، وقلت لحضرتك ساعتها ان المنتخب ده هيعاني وهيبقى فيه مشاكل كتير جدا، خرج على طول. مش عايز اظلم كابتن محمود جابر، ان ده شخصيه محترمه واسم كبير، ولكن انا استوقف ان هي كل السهام في الفتره الاخيره دي موجهه لكابتن اللي برضه اتكلمت مع حضرتك قلت لك ايه هو بالتاكيد يتحمل جزء من المسؤوليه عشان احنا متفقين، مفيش حد يهرب مفيش حد، هو راجل ما هربش من المسؤوليه. ولكن هي قصه النهارده دايما الحلقه الاضعف هو المدرب. فالنهارده كل اتحاد الكوره بيبقى واللي بيطلع يتكلم واللي ليه في الكلام واللي ما بيقولش في الكلام طلع قال مين؟ كابتن محمود جابر. ايوه، عشان خاطر هروب من المسؤوليه. كان النهارده لو راجل النهارده ذو مسؤوليه دي مسؤوليتي انا، لان النهارده برضه يستوقفني حديث دكتور جمال محمد علي قال لك ان الحاجات ولا المعطيات اللي احنا حطيناها عشان خاطر ما كانش فيها هو وما حدش مشي بيها، على اساس ان حضرتك مش مسؤول، على اساس ان حضرتك ما مسكتش قبل كده منتخب وفشل. المفروض النهارده حاجه زي كده، انت النهارده الراجل ده يعتبر ممثل اتحاد الكوره، مدرب منتخب مصر يعني ممثل اتحاد الكوره، لازم ندافع عنده حد. وبعدين كان تصريح في وسط بعد تاني ماتش، طب لسه في ماتش كان في امل. ايوه، فالمفروض في امل انك تخش افضل توالت، يبقى الطبيعي جدا ان انا افضل ورا الراجل لحد ما يخلص ماتشاته، وبعد كده نبقى نتحاسب ونشوف الحساب ازاي. وقبل ما يتحاسب اتحاد الكوره هو اللي يتحاسب وحضرتك تتحاسب، وبعد كده نحاسب هذا الرجل، لان حضرتك برضه هرجع تاني انت اللي اخترته. وفي الاخر ده مش تقليلا من شان ان الكابتن محمود جابر مسؤول، لا مسؤول، لكن في الاخر وفي الاول يا استاذ احمد، انا كمدرب باخد كل معطياتي وباخد كل الاسباب، وارد ان انا افشل، وارد ان انا افشل، لكن الصح ان انا انجح، لان انا خدت كل الاسباب مع الله عز وجل. أيوة، من تكوين المنتخب، من شغل المنتخب، من اعداد المنتخب، وهل اتساعدت من اتحاد الكوره في مباريات وديه معسكرات وي 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 وي. انا مش مدخل في كده كله، ان انا برضو قطاع ناشئين بعيد عني تماما لان عمري ما اشتغلت فيه. ولكن انا استوقفت ان التصريح ده كان قاسي جدا لراجل بيلعب بطوله، انت فاهم يا استاذ احمد، ان انا لسه مشواره في البطوله ما انتهاش يعني. فكان تصريح قاسي جدا، وبتهرب على بتهرب من اي مسؤوليه؟ ده انت حضرتك انت المسؤول. بدل ما اقول النهارده حتى لو مش بقول انا موجود في اتحاد الكوره، حلقه بتاعت اتحاد الكوره، اطلع اقول انا مسؤول، لكن ارمي الراجل بالسهام بالشكل ده. وزي ما بقول لحضرتك بكرر لك تاني، المدرب الحلقه الاضعف، وطول ما المدرب في مصر الحلقه الاضعف احنا بنرجع ورا كتير جدا جدا. لان انا شفت بره، اشتغلت بره في ترن اوت، شفت قد ايه كان باشمهندس ماجد سامي
ربنا يدي الصحه، وهو ماسك ليروز وماسك فرق الاول. المدرب ده حاجه عظيمه جدا عندهم يا زحمه، المدرب ده قيمه كبيره جدا، هو اللي معاه المفتاح، يفتح امتى ويخرج امتى. فدي حاجات من الحاجات السلبيه اللي انا شفتها يعني. بحس دايما يعني، مش عايز ادي امثله، بس بحس دايما في تفرقه في التعامل من اي مسؤول مع العنصر المصري عن عنصر اجنبي. يعني لما تتعامل مع عنصر تحكيم مثلا اجنبي غير لما تتعامل مع عنصر تحكيم مصري، يعني تتعامل مع مدير فني اجنبي غير لما تتعامل مع مدير فني مصري، واللي ما تقدرش تعمله مع الاجنبي ممكن تعمله مع المصري. شفت ده، ولكن انا شفت برضو، افتكر دايما، بفتكر دايما الحاجه كويسه. يعني انا اتعاملت مع ماجد سامي احترافية ما بعد احترافية رهيبة. اتعاملت مع خالد بشارة، اتعاملت مع نادر شوقي، عارفين يعني ايه قيمة مدرب. في أندية تانية الأمور، معلش اسمح، هو قصة المنتخبات تحديدا يعني في مصر. انت شايف انه احنا لو جبنا مدرب كويس هل المنتخب يعني يتصلح اوتوماتيكي كده؟ يعني دي تساوي دي؟ يعني احنا جبنا مثلا فيتوريا في منتخب اول، جبنا ميكالي في منتخب اولمبي، هل ده معناه انك تراهن على المنتخبات لمجرد انك جبت مدربين كويسين؟ لا طبعا. وخلي بال حضرتك السالري بره بتاع المدربين الناشئين اعلى بكتير جدا من اللي فوق، لان عارفين هو ده اللي بيبني. اندهوفن كان ايريك تنهاج هو ماسك، سوري مش اندهوفن، ماسك اجاكس، اياكس امستردام، اياكس امستردام بدأ من تحت. هو كان ماسك كمان فريق الاولمبي بتاع بايرن ميونخ، الفريقين اللي هو الفريق الثاني الشباب. فهم بيبداوا من تحت عشان يبني فوق، يبني المدرسه من تحت. جاب ناس عظام قدروا يكونوا الاساس. احنا عندنا مفيش اساس، صح؟ هي قصه عندنا اساس، ابني اساس محترم. هات النهارده، بس المشكله برضه هقول على حاجه. معلش، مين بيبني من تحت؟ مين عندنا بيبني من تحت؟ وادي دجله. وفي نادي تاني زد. انا بص بفتكرك بس بعض النادي الاهلي. في قطاعات بقى ناشئين. الاهلي قصته مختلفه شويه. مش الاهلي، انا بقول لحضرتك اللي قدامي. الاهلي يعني، الاهلي حتى مثلا لما بيبقى عنده ناشئين جيدين ما بيراهنش عليهم على طول، لانه ما بس بيعمل ايه يا استاذ احمد؟ بيطلعهم ويرجعهم. يتقالوا يعني الشناوي طلع ورجع، ويرجع. ايمن اشرف طلع ورجع. كارثه بقى. في بقى بعض الانديه بدون ذكر، ما تسالنيش مين عشان خاطر انا ما بحبش ابدا يعني اختاب حد. كان في عندنا قطاعات ناشئين يا استاذ احمد قويه جدا جدا، ويطلع منها يعني افزاز. جينا لقصه الاستثماري اللي برضو اتكلمنا فيها في الحلقه دي. طبعا الاستثماري ده سرطان، واحد من السرطانات اللي ضربت الكره في مصر. الناديين دول بالاخص ماتوا. الاستثماري بمعنى فكره انك انت تتاجر بقطاعات الناشئين اكتر، بتروح تبيع على مكاسب فنيه. اربع فرق، اربع فرق براهن، اربع فرق مش عارف، وبيجيب اي حد هو في الاخر، وتجيب مستثمر ياخد الفرقه دي يشارك بيها باسمك. اتكلم فيها نادر شوقي، قال لك ازاي النهارده اجيب لعيب، انا عايز اطلع لعيب محترف او لعيب متاسس صح، هو اصلا عشان يلعب فلوس دفع فلوس. وازاي لا، وازاي اربط كمان فكره حاجه اساسها الموهبه والامكانيات بفكره القدره الماديه. بالزبط. ده بيحرم يعني قطاعات عريضه جدا من انها تكون تحصل بس على الفرصه. لو كان الكلام ده حصل في البرازيل، مثال البرازيل المواهب كانت ل 90 99 و9 من 10 الفقراء هم اللي بيلعبوا كوره في البرازيل. ف 99 من النجوم دول بداوا من تحت الصفر، عشان كده اكتشفوا الموهبه، بس عطوا لهم مدربين اللي ازاي يحطوهم على الطريق الصح. احنا محتاجين كده، احنا محتاجين النهارده كمان لما يجي مدرب. فاكر لما الكابتن جوهري رحمه الله عليه جه ومسك تحت وقال لك انا هعمل نظام 23 اللي هو فريق الاولمبي، وهعمل فريق الشباب، وهعمل وهعمل وهعمل، ودوريات تبقى محترمه تتعمل كذا كذا كذا. مين اللي وقف قصاده؟ مين اللي وقف؟ كلهم بعد هم اللي جايبينه. النهارده جاي مخطط، حاطط سيستم هنشتغل عليه خمس ست سنين. اقول له لا، ما ينفعش. يعني انا النهارده في الاخر برضو انا ممكن اجيب مدرب، فهمنا يا استاذ احمد؟ ايوه، اسم كبير وعطله. بس يعني لان احنا انا اسف بس اكمل الحته دي. اتفضل يا كابتن هشام. احنا عندنا جهابذه، عندنا اساتذه، اساتذه في الفشل، اساتذه ان يهدك، اساتذه ان مثلا ما بشوفش استاذ احمد ناجح ازاي ابقى ناجح زيه، او احاول اكمل على اللي هو الشغل اللي هو اشتغله. لا، ازاي النهارده اطلع استاذ احمد فاشل عشان ابقى انا فاشل زيه؟ مش عايز اخد في القصه دي، القصه دي يعني معضلاتها كبيره جدا. اصل قصه المنتخبات شويه ونجاح المنتخبات مختلف عن الانديه، وده مرتبط في الاول والاخر وبيصب في مستقبل الكره في مصر. طب لو جبت النهارده واحد خبير يا استاذ احمد وعمل لي سيستم في قطاع ناشئين بدوريات معينه باسلوب معين بتخطيط معين ونمشي عليه كل الانديه، سمعنا واطعنا. الراجل ده احنا ماشيين وراه في كل حاجه. لا، انا النهارده بتكلم انا كاداره،
كإدارة في ناحية أو كجمهور في ناحية. تمام. لو عيني النهاردة على كأس عالم 2030 مثلا، هبقى أفكر في منتخب مصر اللي خرج من بطولة دوري الأبطال، صح ولا غلط؟ تمام. يعني لو أنا بحضر لأنه يبقى عندي جيل في 2030 يوصل مصر كأس عالم ويروح يعمل زي ما المغرب عملت كده، ولا حتى زي ما السعودية عملت. تمام. يبقى أفكر في الجيل ده، وبالتالي أنا محتاج احضر، اختار على اسس، اعمل قاعده عريضه من الناشئين، اعرف اطلع منها عناصر تمثل منتخب مصر. احنا لكن مصر بتلعب في بطوله افريقيا على ارضها هنا وثلاث ماتشات ما تاخدش منهم غير نقطه واحده من موزمبيق، ده شيء بالنسبه لنا يعني بالنسبه للجمهور صعب. يعني انت نهيت على منتخبين هم المفروض اللي جايين ليك، هم النواه اللي هم هيكملوا اللي جال الاجيال اللي جايه 2003 و2005. فاهم حضرتك يعني ايه؟ خلاص دول خرجوا من كل حاجه، ولا كاس عالم ولا كاس امم ولا اي حاجه، ولا عندهم اي بطولات. يعني انت حضرتك هتبدأ لو عايز تبني دلوقتي بقى، ابني من الجيل اللي بعده. احنا يا استاذ احمد عندنا الناشئ بيفضل ناشئ لحد سن 24 سنه، مظبوط، وبنفكر ان هو عيل صغير لحد 24 سنه و25 سنه ولسه ما يستحملش. ولسه ما يستحملش. القصه النهارده محتاجه جراءه ومحتاجه دعم. لكن النهارده كل مجلس اداره عايز نتائج، والنتائج بتيجي باي طريقه. هو ما عندوش اي حاجه ان مثلا هعمل اساسيات وسيستم نمشي عليه ان شاء الله بعد كده النتائج بعد سنه اثنين ثلاثه اربعه. انا لما قعدت مع باشمهندس ماجد سامي واتفقنا على الصعود من درجه رابعه، قعدنا هنعمل ايه؟ ان في سنه دروب لازم، لان مش هيطلع نجاح، لان انت مطالب تبقى اول 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 اول. فمطالب النهارده تبني النهارده. طب هنعمل ايه عشان خاطر نوصل للدوري الممتاز ونوصل ما شاء الله تبارك الله للكونفدراليه في افريقيا؟ في فكر، في حاجات بتتحط، وتبدا بقى ايه؟ احمد وهشام وابراهيم واسماعيل كلهم ماشيين بالسيستم ده، وماشي على السيستم ده. ليه ما كملتش التجربه؟ لا كملت طبعا. لا يعني اقصد اقول ليه وادي دجله ما استمرش رغم انه زي ما انت بتقول عنده قطاع ناشئين قوي ممكن جدا؟ ممكن تداعيات في خلل معين حصل. انا طبعا انا بعد كده سبت ورحت، ما انا عارف سبت بره وبعد كده رحت ارجع تاني. اكيد على الجون على التجربه من اللي خدتها من بدايتها. يعني انا بقول ان هي القصه كلها برضو بقت كان بعد باشمهندس ماجد سامي وهو كان في بلجيكا. لكن باشمهندس ماجد سامي لو هو موجود الدنيا اختلفت. يعني القطر بيمشي على القضيب ما بيقفش. فهو متهيألي دلوقتي قطاع الناشئين في النادي اتظبط جدا، اتحط له اساسيات كثيره جدا، من القوام اللي بيلعب فيه وادي دجله دلوقتي في الدوري في مجموعه القاهره بالناشئين. ايوه مش من بره، ودي قيمه. وبينافس ما شاء الله تبارك الله بينافس، وجايب لهم مدرب كويس بيقدر يشتغل بيهم، تالي كرواتي او صربي يعني مش فاكر ايه بالظبط، وبينافس بشكل شرس في مجموعه القاهره. وهيرجع يعني خلي بالك هيرجع بسرعه. أي. ولكن النهارده هي القصه كلها ازاي اكون مقتنع بمعطياتي، ما يجيش اي حد يشككني. فاهم ازاي؟ لما اكون مثلا حاطط معطيات وانت مقتنع بيها جدا واساس 1 2 3 4 5 ويجي حد يشككني فيها، كل شويه يشككني فيها، كل شويه لا، محتاجه حد يكون قوي. القوي ده هو اللي ياخد معطياته وقطر، ما بيفرقش معاه هشام اتكلم، احمد اتكلم، ابراهيم اتكلم، انا عارف ان انا شغال وشغال صح. واللي يتكلم يتكلم، لان انت عارف برضه عندنا هنا دلوقتي سوري مش الوكاله لسه مصر متحكمين في 99.9% من الانديه. فالنهارده انا محتاج اجيب احمد يبقى مدير فني النادي فلان، عشان تخش يا احمد لازم النهارده تاخد النهارده مش اقل من 19 ل 20 لعيب من القائمه بتاعتي، يعني لعيبتي هم اللي يخشوا. ومتحرمه على كل الناس. فالنهارده لا، النهارده السواد كتير، السواد يعني مظلمه، صح مظلمه، ومحتاجه زي ما قلت برضه حضرتك كتبت قرارات ثانيه، محتاجه قنبله عشان هيروشيما تروح وتبني من جديد القصه هنا اكبر بكتير حتى كمان من قصه اتحاد كوره. يعني ده اتحاد كوره وانديه ويعني مين اللي عمل كده؟ ورابطه انديه. مين اللي عمل كده؟ اتحادات مظلمه. انت بتتكلم في تراكمات سنين طويله جدا يا كابتن هشام، مش تحل في يوم وليله. فاكر مره مش مره كنا بنتكلم في موضوع الاجهاد، وحضرتك دلوقتي اتكلمت فيها في البرومو بتاعك على اجهاد النادي الاهلي. لا اول سؤال هسالك الصعوبه اللي كانت موجوده. طبعا النادي الاهلي نادي كبير وعنده الامكانيات اللي هو الاستشفائيه اللي يقدر يخرج بيها. لا انا عايزك تشرح للجمهور، يعني بما انك هقفل ما تسمح لي من المنتخب لانه يهمنا كمان الاهلي ومشواره. انا عايزك تشرح لي كمدير فني انا النهارده كجمهور شفت فريق في نفس الشهر، بدانا شهر فبراير 1 فبراير اوكلاند سيتي ثم سياتل، وبصرف النظر عن النتائج ثم الريال ثم فلامينجو، الاهلي فيها قدم عروض كويسه قويه جدا. وبالتالي لما تقيس الاهلي قدرات الاهلي وامكانياته في مواجهه فرق بالاسماء دي، وتيجي تقول ده الاهلي هيلعب في افريقيا مع سان داونز والهلال، وتتوقع ان الاهلي هيكتسح، صح؟ التباين اللي حصل في بدايه الشهر
وصولا للمستوى اللي ظهر بيه الاهلي قدام الهلال وسان داونز، ترجمته ايه او انت شايف اسبابه ايه من وجهه نظرك؟ مش هقارن النادي الاهلي في حته تانية، وانا ماسك وادي دجله في الكونفدراليه. اي طب هتسمح لي معلش، لا احنا اتفضل. احنا هيدخل معانا دلوقتي كابتن خالد لاموشي، طبعا نجم الكره الجزائريه السابق وطبعا مدرب نادي وفاق سطيف، هيكون معانا على الهواء دلوقتي فيديو كونفرنس. طبعا بدايه بشكرك على مشاركتك معانا كابتن خالد، واهلا وسهلا بيك، بشكرك على وجودك معانا في السادسه. كابتن خالد صوتي واصل لك؟ شكرا لكم، اشكركم بشده لعزمي. كابتن خالد خليني ابدا معاك من صفقه احمد قندوسي، طبعا صفقه الاهلي الاخيره في الميركاتو الشتوي، يمكن انت اشتغلت مع احمد لما كان في وفاق الصيف وتابعته طبعا لما كان مع منتخب الجزائري في بطوله افريقيا المحليين، شايف الصفقه ازاي وشايف ايه الاضافه اللي ممكن يمثلها احمد قندوسي مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه؟ ديجا معلش بس كبير، نعم هو شيء كبير في بالنسبه لمستقبله القروي، انضمامه للنادي الاهلي هي اضافه كبيره له، يجب عليه العمل بشده كي يستطيع ان يثبت جدارته في الاهلي، ولكن اعتقد ان الاهلي واحمد سيستطيعون افاده كل منهم الاخر. هو لاعب رائع كما قلت من قبل، هو لاعب لديه خبرات جيده، لاعب لديه مهارات جيده، يمتلك الكره بشكل جيد ويستطيع التحكم فيها، ولكن اعتقد ان موهبته ستظهر بقوه في النادي الاهلي. اهم ما يميز قندوسي وافضل مركز بيلعب فيه واهم وابرز امكانياته، يمكن احنا تابعناه طبعا مع وفاق الصيف لكن شفناه، لكن ما نقدرش نقول ان احنا استكشفناه، من وجهه نظر خالد لاموشي اهم ما يميز احمد قندوسي من ناحيه الامكانيات والمهارات وافضل مركز ليه في الملعب؟ من رايي اعتقد انا لم افهم السؤال بشكل واضح. افضل مركز لاحمد قندوسي في الملعب من وجهه نظرك وافضل الامكانيات اللي بتميزه كلاعب كره؟ افضل مركز من وجهه نظري وهو في ملعب اللاعب رقم 8، لانه يمتلك امكانيات قويه دفاعيه، ولكن هو لديه امكانيات كبيره على المستوى الهجومي، يظهر بالشدة ويستطيع تحويل الفريق من الدفاعي الهجومي بسهولة واضحة بسبب مهاراته، ولكن هذه أفضل مركز له من وجهة نظري هو رقم 8. مش عارف أتيحت ليك فرصة أنك أنت تتابع، هو يمكن ما ظهرش بشكل كبير أو أساسي مع النادي الأهلي لكن ظهر في بعض المباريات، هل تابعته؟ رأيك في مستواه، تقييمك لتجربة مشاركته مع الأهلي في الماتشات الأخيرة؟ نعم أنا رأيته في أول مباراة له في دوري أبطال إفريقيا، ورأيت له بعض الدقائق في هذه المباراة. أعتقد أنه لاعب مهم جدا، لاعب أعتقد أن أداؤه كان جيد في أول دقائق له كأي لاعب يبدأ مشواره مع فريق جديد، ولكن أعتقد أنه لاعب أيضا لديه مميزات لأنه يستطيع اتباع التعليمات القادمة من المدرب، ومع فريق الأهلي سيصبح لاعب عظيم. خليني أسألك عن بطولة دوري الأبطال من خلال متابعتك ل يعني نص المشوار في دور المجموعات، مين الفرقة اللي لفتت نظرك وشايف المنافسة هتكون بين يعني أي فرقة مرشحة للبطولة من وجهة نظر خالد لاموشي؟ أعتقد أن دائما في دوري أبطال أفريقيا الفرق الكبيرة، الوداد سيكون موجود، الترجي التونسي سيكون حاضر، الأهلي طبعا كالعادة، نعلم أن الأهلي لم يؤدي بأفضل أدائه في المباريات الأولى، ولكن هذا لا يعني أن الأهلي دائما لم يكون مرشح لهذه البطولة، دائما هو مرشح قوي، ولكن إذا تحدثنا عن دوري أبطال أفريقيا أنا أرى أن يوجد الوداد والترجي والأهلي هم الأكثر ترشيحا لهذه البطولة. السوبر ليج بطولة اعتمدها الاتحاد الأفريقي، رأيك في البطولة ورأيك في مدى تأثيرها وإمكانية أنها تكون يعني بتمثل تطور للكرة في أفريقيا؟
هل ثاني السوبر الافريقي؟ لا لا السوبر ليج البطوله المستحدثه لا لا كومبيتيشن سوبر لكن نزل الشامبيونز ليج انا دوري ابطال افريقيا لا الكلام على السوبر ليج بطولة جديدة هتبدأ من بداية الموسم ده بمشاركة 8 فرق اختارهم الاتحاد الافريقي بس يبدو انه كابتن خالد يمكن مش متابع الاخبار خليني اروح معاك للدوري الانجليزي واسألك طبعا على النجم الجزائري رياض محرز المتألق مع السيتي شايف السيزن ده بالنسبة لرياض محرز ازاي وفرص السيتي للمنافسة على اللقب مع الارسنال طبعا رياض محرز فريش رياض محرز كالعادة هو لاعب رائع يمتعنا كثيرا يؤدي هو فخر الكرة الجزائرية ويؤدي أداء رائع مع مانشستر سيتي هو لديه مباراة الآن صعبة قادمة في الدوري الإنجليزي وأيضا في دوري أوروبا لديه مواجهات صعبة ولكن نحن نثق فيه ونثق إمكانياته هو لاعب لديه قدرات على مستوى واعتقد ان سوف يفوزون بالدوري الانجليزي افضل اللاعبين الجزائريين اللي ترشحهم حتى لتجارب احترافيه في مصر في الفتره المقبله اللاعبين الجزائريين ممكن يلعبوا في مصر نحن لدينا العديد من اللاعبين الرائعين ولكن إذا أنا لا أتذكر عن الأسماء ولكن أعتقد أن اللاعبون الجزائريين تواجدوا بقوة في الدوري المصري وقد يكونون مرشحين لأداء رائع ولكن أنا ما أرى الشيء الجيد ما أراه في اللاعبين الجزائريين الذين يذهبون للدوري المصري أن الدوري المصري يوجد فيه تطور واضح على مستوى كرة القدم وعلى مستوى قوة الفرق كابتن خالد لاموشي طبعا نجم الكره الجزائريه ومدرب وفاق سطيف السابق كل التحيه طبعا لاشقائنا في الجزائر من خلالك وكل التحيه لنادي ومشجعي وفاق سطيف بشكرك على مشاركتك معنا هنكمل كلامنا طبعا مع كابتن هشام زكريا وقفنا على مشوار النادي الاهلي والتباين اللي يمكن حصل في مستواه محاوله ان احنا نفهم احنا واقفين فين قبل ما نشوف احنا رايحين على فين في مشوار دوري الابطال هنكمل كلامنا مع كابتن هشام زكريا بس بعد الفاصل كان يمكن قبل مداخلة كابتن خالد لاموشي معانا في السادسة كابتن هشام بيتكلم على الفارق في المستوى يعني اللي ظهر بيه الأهلي في بداية مشوار في كأس العالم في أول شهر فبراير وصولا ل في تراجع حصل في المستوى في هزة ممكن يبقى فيه إجهاد ممكن يبقى فيه يعني مشكلة عند بعض الأسماء اللي خلينا نكون في منتهى الوضوح والصراحة لا حضروا في مباراة الهلال ولا حضروا في مباراة سان داونز هل ده طبيعي هل ده منطقي وإزاي نطلع من ده قبل الصعب لأنك أنت مطالب بالمكسب سواء في البطولات المحلية أو في ماتشات دوري الأبطال عشان تقدر تستمر في المنافسة على الألقاب دي هرجع لقصة التدوير النادي الأهلي عنده مش أقل ما شاء الله من 25 لاعب سوبر 25 لاعب سوبر يقدروا يحاربوا في كل المنافسات أو يشتغلوا في كل المنافسات اللي شغالة عندي منافسة الدوري عندي منافسة كاس هيبقى كمان كان نهائي الكاس هيبقى ضد بيراميدز عندي كمان بطولة أفريقيا أنا مثال التدوير حاجة مهمة جدا زائد الاستشفاء أنا شايف برضو التدوير في 2 3 ساعات يعني مش شايف التدوير اللي هو بياخد مثلا اقدر اشغل الناس بالذات الصفقات الجديده انا مش شايفها بتاخد بشكل يعني حتى يعني ما شاء الله امبارح مروان كان رائع في الماتش في الجيم كان مين كان رائع امبارح من وجهه نظرك يا كابتن؟ هتكلم في البدايه مش عايز اقول لك مين ما كانش رائع بس مين كان رائع لا احنا دخلنا يعني الاهلي دخل في الدقيقه 46 من الشوط الاولاني الاهلي ما كانش موجود كان حاسس ان هو مشدود قوي عايز ياخد الثلاثه بنت باي طريقه وده اثر عليهم في الملعب ما كانش هادينا ذا لكن بشكل عام كان شايف مروان كان مؤدي دوره بشكل كبير جدا جدا رائع كان واحد يمكن لم يكن افضل لاعب في المباراه بالظبط يمكن انا بس قصه برضو هرجع للجيم بس طبعا انا عارف ان كل مدرب ليه دماغه وليه قناعاته يمكن عرفت بحضرتك ان محمود اتغير عشان خاطر مصاب متولي 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 اتصاب لكن انا كان ليه علامه سيئه على عبد المنعم بالذات ان احنا كنا النادي الاهلي كان في كل الكور الثابته بيقدر بيعمل منها خطوره كبيره جدا كان على تغييره عبد المنعم وكنا نقدر في الوقت ده ان احنا على الاقل
من كره ثابته، ان كانت 2-2 نقدر من كره ثابته نخطف، واحنا خطفنا من كره ثابته. محمد عبد المنعم جايب الجول الثاني من كره ثابته، فكان عندي حاجه احنا ناجحين فيها. فخروج عبد المنعم، محمد عبد المنعم جاب الجول الاولاني بالظبط، الشحات هو اللي جاب الثاني. انت كان بالنسبه لك وجود منعم في المباراه انه يستمر مهم عشان الكره الهوائيه، واقدر اغير. انت شايف زائد تغيير هجومي استاذ احمد، بدل ما كنت النهارده سرداك بسرداك، يبقى عندي تغيير هجومي اقدر اشتغل بيه، بالذات ان كان فاضل كام، حوالي 10 دقائق. طب خليني اسالك بالسؤال بشكل تاني، سان داونز فرقه كره محترمه، ده ما فيش جدا اتنين يختلفوا عليهم جدا، لكن انا بشوف ان عندهم نقاط ضعف كتير جدا كابتن هشام. هل بتشوف انه الاهلي قادر، وايه الاسباب اللي تجعله قادر على انه يكسب سان داونز في ملعبه؟ كان في امبارح نقطه النادي الاهلي ما استغلهاش، سان داونز كان خايف من الاهلي، كان خايف قوي، كان خايف جدا، ودي كان نقطه. كان النادي الاهلي عارف لما يكون في فرقه خايفه منه بينزل في خلال ربع ساعه تلت ساعه يخلص عليهم، هو ما حصلش امبارح، فده ادى ثقه زي احمد لسان داونز، خلاهم حسوا لا ممكن ممكن، وحصل. احنا النهارده برضو لازم هاني يفهم ان انا النهارده كباك رايت قصتي 50-50، مش بهاجم بس، لان احنا ضربنا من ورا هاني، ودي هو مش هاني بس بصراحه، هو امبارح خط دفاعنا ما كانش في حالته بصراحه. الهدفين اللي استقبلتهم شباك النادي الاهلي ايوه، بالاضافه للكم الرهيب، خلينا نعترف انه سان داونز امبارح كان خطير، مش بس في الهدفين اللي سجلهم، بس انا بتكلم استاذ احمد مؤكده تمام في كوره يعني اتكررت لا يقل عن 6-7 مرات في الماتشات اللي كانت بتحصل. دايما الاطراف بتاعنا في عندهم مشكله، يمكن علي معلول مظبط القصه دي، حتى طلوعه بدا بحساب النهارده. هاني انا لازم اكون عندي الفكر ان انا النهارده لو ما اتضرب يعني لازم رقم واحد ادافع كويس، لان انا ما بلعبش فرقه قليله يا زحمه. ايوه انا بلعب فرقه من ابطال افريقيا وعندهم باع كبير جدا، فانا النهارده لازم اقفل كويس وابني دي. الشوط الاولاني انا رحت والناس بداوا يشتغلوا في الولد اسمه مش فاكر اسمه اللي هو الاشرف الشمال ده، عمل لها كل عن 3-4 كور، يبقى اقف شويه لحد ما وحصل منها الجون اللي اتعمل بالعرض. طب ليه؟ فانا انا 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 النهارده بدور عشان اجيب جون، لقيت نفسي متاخر بجون الزحمه. متاخر بجون. الفرقه دي تهاجمها في ملعبها ولا تلعب معاها متحفظ، ولا البونت هناك مكسب بالنسبه لك؟ النادي الاهلي كبير والنادي الاهلي يقدر يرجع تاني بشكل جيد، ولكن انا بتكلم برضو لازم يبقى في تحفظ. انت خايف من ماتش القطن مبدئيا قبل ما نروح لسان داونز؟ انا اي فرقه بعمل حسابها. انت النهارده انا معاك، انا معاك في ده طبعا. انت قلت كلمه في البرومو كويسه جدا، فرقه مش في دماغها، وما تخافش غير من الفرق اللي في دماغها. عايز النهارده بيلعب للاستمتاع، بلعب النهارده عشان اظهر نفسي قدام الاهلي. قصتهم صعبه جدا، ولكن انا عارف الاهلي بيقدر من المواقف الصعبه يرجع تاني. الفارق الزمني بين ماتش النهارده وماتش الكاميرون اللي بيتخلله مباراه الداخليه، ايوه، ازاي تستغله افضل استغلال عشان تحضر فرقتك لمباراتين مطالب فيهم مكسب في توقيت يعني الى حد ما حرج او حساس؟ رقم واحد، انا النادي الاهلي نادي كبير صاحب بطولات وبيلعب على كل البطولات دي، لازم تبقى جوه اللعيبه اكيد، ما موجوده دي بس لازم كانت موجوده معانا في الهلال وكانت موجوده معانا في صن داونز، لازم تبقى موجوده وما تقلش ثقتها ابدا جوانا. تتوقع تشكيله في تغيير في تشكيله ماتش الداخليه؟ في أكيد اسماء ممكن اكيد، ما هو دي بقى النقطه او في اسماء انت مستنيها تظهر في مباراه الداخليه؟ هي دي اللي بقى اللي انا مستنيه، يعني انا مستني النهارده حته التدوير في الفتره الجايه دي عشان خاطر نوصل اللعيبه لحال الاستشفاء اللي يروحوا لماتش القطن بشكل كبير، ويروح بعد كده لماتش سان داونز بشكل كبير بشكل استشفائي كويس، يكون النهارده رايح نفسه موجود، جسمه قادر يشيله، ما يكونش مجهد. فالنهارده محتاج النهارده لازم يبقى في تغيير كبير جدا في النادي الداخليه. اولا انا النهارده عندي خالد عبد الفتاح ده لعيب انا شايفه من ساعه ما جه لعيب مهم جدا، وفجاه لقيته قعد ومش فاهم برضو السبب ايه، من هو دخل بشكل كبير جدا. عايز برضو محتاج النهارده الصفقات الجديده. شفته كمساك ولا باك رايت؟ والله انا شايفه الاثنين هايل بصراحه، انا ما بجاملش، هو اجت يعني اشتغل في الاثنين وكان هايل. ايوه كندوسي يقدر النهارده، ده لعيب من اللعيبه كده تقدر تمثل. واحنا بنتكلم مع كابتن خالد لاموشي انت قلت لي ان يعني انت مذاكر كندوسي كويس، ده يعتبر انا بعتبره نبيل فقير اللي هو بتاع ريال بيتيس. يقدر يلعب 10 يقدر يلعب 8، بصير رائع، بيوصل بشكل كبير جدا، شويط قوي في التحاماته. مش هقول بطء، يعني في بطء، ان نبيل فقير كانوا بيقولوا عليه بطء، بس هو يعني كورته لازم تطلع من رجليه صح. فرق بين ان انا اكون بطيء وفرق ان انا النهارده اعمل عليها مرتدات. ممكن النهارده اعمل باص وانا في منطقه حساسه زي دي، مركز 8 او مركز 6 او مركز، يرتد عليا مرتد يعملها مشكله. فالنهارده هو عنده مش تقل، هو عنده يعني الكره بتطلع من رجله صح، بيقرا صح،
التحركات بتاعه الفراوده بيقدر يقراها صح. فانا شايف ان شاء الله ان الفتره الجايه لو انا النهارده اقدر استغله، اقدر استغل خالد، اقدر استغل مش عارف الولد التونسي بس هو مع المنتخب طبعا هيلعب النهارده بالمناسبه، انا شايف برده من اللعيبه كويسه جدا. كريستو كان مصاب اول مرتين هيشارك مع منتخب تونس، سريع دليبر بكره هايل، اتجاهاته كلها ما بيحبش على الجون. طيب خلينا نستعرض معاك كابتن هشام كده شكل الاربع مجموعات في دوري الابطال. اتفضل. متابع الماتشات؟ مجموعه الاهلي والزمالك. مجموعه الاهلي والزمالك، شفت ماتش الترجي والزمالك وشفت شكل الترجي؟ لان الحقيقه الترجي واحد من الفرق لا يخوف طبعا، اللي تخوف وتعمل لها حساب. المجموعه ايه؟ عندنا بيترو اتلتيكو، المجموعه دي يمكن فيها تساوي فرص لكل الفرق الحقيقه. بيترو اتلتيكو في الصداره 4 نقاط، شبيبه القبائل الجزائري طبعا 4 نقاط، فيتا كلوب مركز ثالث 3 نقاط، معاهم الوداد طبعا اللي رجع وفاز بعد خساره اولى كانت يمكن مفاجاه في بدايه مشواره. فبالتالي الاربع من حيث الارقام الاربع فرق تقريبا قريبه من بعض. مين ترشحه او مين شايف مستواه يأهله الترشح على المجموعه الاولى؟ الوداد مش عاجبني خالص يا استاذ احمد، فحاسس ان هيحصل مفاجاه في المجموعه دي وممكن يطلع. فانا شايف شبت القبائل وبترو اتلتيكو. بترو اتلتيكو فرقه يعني على فكره على بترو اتلتيكو برضو من الفرق اللي بتلعب كره كويسه جدا في افريقيا جدا حقيقي. انت عارف فيتا كلوب كسبت الماتش اللي فات شبت القبائل، بس تشوف حاله الملعب النجيل الصناعي السيء. أيوه. عارف يعني خدوهم في ملعب يقدروا يكسبوا يخلصوا بيه معانا. مش كوره يعني؟ لا 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 مش كوره خالص. فانا متهيألي بترو اتلتيكو شبه القبائل ممكن هم اللي صعدوا. سان داونز في المجموعه الثانيه في الصداره 7 نقاط من 3 مباريات، الهلال 6 نقاط من 3 مباريات، الاهلي نقطه واحده من مباراتين، وكوتون سبورت الكاميروني 0 نقاط ايضا من مباراتين. ان شاء الله سان داونز والاهلي. سان داونز والاهلي ان شاء الله. شايف الاهلي مواجهه سان داونز والهلال مؤثره في المجموعه؟ طبعا يعني مواجهه الهلال مع القطن ماتش تاني، بس الهلال مع القطن قادر لانه كسب في الكاميرون، اكيد الطبيعي والمنطقي يكسب في السودان. مش شايفها، مش شايف الهلال الفرقه اللي هي عندها استمراريه. تمام. يعني شايف الهلال اللي هي ماتش وماتش. تمام. نروح للمجموعه سي، الرجاء المغربي في الصداره وهو الفريق الوحيد، لا الترجي كمان صحيح امبارح بالمكسب حقق العلامه الكامله، دول فرقتين الوحيدين في دور المجموعات اللي كسبوا ال3 مباريات اللي اتلعبوا. خلينا في المجموعه سي الاول، عندنا رجاء في نسخه رائعه الحقيقه، بشوفها افضل واقوى من النسخه اللي ظهرت السنه اللي فاتت امام الاهلي في دوري الابطال 9 نقاط، ثم حوريا كوناكري الغيني 4 نقاط مركز ثاني، سيمبا التنزاني مركز ثالث، وفايبرز الاوغندي مركز رابع. الرجاء وسيمبا. الرجاء وسيمبا دول الاقرب من وجهه نظر. خبراتهم كمان تقيله، سيمبا اكتر من حوريا كتير. صحيح. نروح للمجموعه دي اللي فيها طبعا الزمالك المصري للاسف الشديد الحقيقه يمكن ما ظهرش بالمستوى المطلوب بعد انتهاء لعب 3 ماتشات، لكن عندنا الترجي في الصداره 9 نقاط بعد ما فاز طبعا في المباراه الاخيره 2-0 على الزمالك، ثم المريخ السوداني بينتفض وبيحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، شباب بلوزداد بعد بدايه اكثر من رائعه الحقيقه، وفرقه كوره برضو يعني شدتني جدا، فرقه بتلعب كوره محترمه جدا، شباب بلوزداد 3 نقاط، ثم الزمالك برصيد نقطه واحده من التعادل مع المريخ السوداني. كان نفسي طبعا اقول الترجي والزمالك. ايوه. بس هي هنا مشكله المجموعه دي ان الزمالك راح لشباب بلوزداد في الجزائر. هي دي المشكله. أيوة. او المعضله، كمان المشاكل اللي حوالين نادي الزمالك كتير قوي. فانا متهيألي الترجي وشباب بلوزداد. الترجي وشباب بلوزداد. أيوة. عموما بالذات ان كمان المريخ راح لشباب بلوزداد. ايوه. بس عموما بصرف النظر عن ترتيب دور المجموعات، لان انت عارف يعني حتى على مستوى الاهلي بالذات يعني ممكن يبقى في تباين على مستوى البطوله الواحده، وده حصل معانا في احنا واصلين لخمسه نهائي من اصل اخر 6 بطولات، لكن في النهايه بيبقى في تباين حتى في كل البطولات دي بين مستوانا في دور المجموعات عن الادوار الاقصائيه. أيوة. شايف شكل المنافسه، سيبك من الترتيب وسيبك من الموقف لغايه دلوقتي. أيوة. شكل المنافسه على البطوله السنه دي ازاي؟ مش هلاقي فيها مفاجات. مش هتلاقي يعني المفاجات، مش متوقع في حصان اسود ممكن هيبقى لحد دور يعني مثلا كتير ودور ال 16 او الثمانيه. لكن بعد كده اللي هيكمل هو الفرق. هي الحاجه الوحيده اللي انا حاسس انها من بدري هتمشي الوداد. الوداد مش هيقدر يكمل. يمكن تغيير المدرب، نمتلي غير المدرب، فممكن في كلام على اقاله مهدي النفطي. فيمكن تغيير المدرب، عارف برضو الشده الجديده من المدرب جديد، لكن انا ما شفتش اداء خالص الوداد بشكل جيد. فانا متهيألي الاهلي، سان داونز، الترجي، حد من الثلاثه دول هيبقى صاحب البطوله. الموسم ده هو يمكن اطول موسم، اصعب موسم، اكتر عدد بطولات بيشارك فيها الاهلي في موسم واحد. ايوه. ومنهم يمكن 4 بطولات على مستوى الكلاس ايه يعني.
اكتر التحديات اللي بتواجه مستر كولر وشايف انه عليه مع طبعا وجود مشكله الوقت دايما العامل الزمني بالنسبه لاي جهاز فني عايز يشتغل مع ويطور ويعالج مشكلات بيبقى محتاج وقت، لكن اكبر التحديات اللي بتواجه مستر كولر في السيزون ده مع الاهلي من وجهه نظرك كابتن هشام؟ حاجتين، الاجهاد وتلاحم المباريات. انا عشان اطلع من الكلام ده كله الاستشفاء بشكل كبير، ده متقلي جهازه يقدر جهاز استشفائي طبي هايل بيقدر يخرج لعيبته، التدوير. لو قدرت النهارده عمليه التدوير بين اللعيبه بشكل كبير جدا عشان خاطر تلاحم مبارياتهم والبطولات الكتير، النادي الاهلي هيرجع اللي احنا منتظرينه ان شاء الله. مين اللعيبه اللي تنتظر منها دور كبير مع الاهلي في الفتره اللي جايه؟ مين الاوراق اللي تراهن عليها او كهربا. تراهن عليها كهربا. انا شايفه ما شاء الله من الناس اللي عندها ثبات في المستوى. انت عارف برضو احنا كلاعيبه الثبات بثلاث اربع ماتشات بنبقى هايلين يا كده، بس انا عايز ثبات موسم بحاله، اتنين موسمين ثلاثه. انا شايف كهربا، شايف مروان، عبد المنعم، معلول، دول لعيبه اللي هو العمود الفقري بتاع التيم، يقدروا ان شاء الله باذن الله تعالى يعملوا فرق كبير. يعني مركز راس حربه يبدو انه صداع في راس كولر، وحتى اللحظه شارك فيه عدد كبير جدا من اللاعبين. يعني شادي حسين شارك لفترات، شريف طبعا شارك فترات، كهربا شارك فترات، بيرسي تاو شارك في فترات، وفي بعض الماتشات افتكر ان كمان برونو سافيو لعب في الحته دي. صداع، الحل فيه من وجهه نظرك ايه؟ بيرسي تاو انا شايف من اول يوم هو 11 7 و11 هو او 10، لكن هو يعني حته 9 دي بيرسي تاو شايفها بعيد تماما انه يكون راس حربه صحيح. هو على اساس انه بيشتغل بيه مستر كولر على اساس انه فرود وهمي، مش الفرود اللي هو المحطه. ولكن النهارده اجى هو هي الناس منتظره من النادي الاهلي، فرود النادي الاهلي انه كل ماتش يجيب جول، ودي صعبه. يعني هم منتظرين فرود النادي الاهلي. لكن مين الاقرب من وجهه نظرك كابتن هشام؟ كهربا شريف. كهربا شريف بالترتيب كده. لان برضو احنا عندنا بيرستا وعندنا كهربا، عندنا شريف، عندنا الرابع عندنا بيرسي تاو وشريف وكهربا وشادي. دول اللي بيلعبوها بشكل صريح. ادى يعني مردود في الاول كويس جدا. ايوه هو فيرود كويس جدا. بس انا عارف برضو شادي بيحب يتحرك. هو مش فيرود صندوق من ايام سيراميكا، هو بيحب يتحرك يمين شمال، فده مش فيرود صندوق. انت عايز فيرود صندوق، فانت عندك اللي هيشتغل رقم واحد كهربا، رقم اثنين شريف. صحيح النتيجه ما كانتش مرضيه او ما حققتش يعني امال واحلام جماهير النادي الاهلي، لكن خلينا نقول انه اهم حاجه انه في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي كل شيء مازال بايدينا احنا ومش مرتبط بحسابات الاخرين، وباذن الله ان شاء الله بدايه من المباراه الداخليه يقدر مستر كولر مع نجوم النادي الاهلي يطلعوا الكيرف تاني فيه تصاعد، ونقدر باذن الله نتخطى دور المجموعات ونوصل باذن الله ان شاء الله النجم ال11 في تاريخ النادي الاهلي. بشكرك كابتن هشام، نورت الدنيا وشرفتنا في السادسه، وبشكرك على وجودك معانا. انا اللي بشكرك وسعيد اني ابقى معاك دايما يا استاذ احمد. شكرا جزيلا. وبالتوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يرجع تاني اللي هو عايزه باذن الله. زي ما عودنا ان شاء الله باذن الله. مفيش ياس، مفيش مستحيل، مفيش نحن لا نعرف الاستسلام، وباذن الله قادرين ان شاء الله، وكلنا ثقه، واتمنى من الجمهور انه يقوم بدوره الطبيعي جدا في المرحله اللي جايه ويدعم الفريق، وباذن الله قادرين نتخطى كل المواجهات الصعبه اللي هتقابلنا. بشكركم على المتابعه، نتابع حلقه جديده من السادسه، تحياتي لكم.